شعبي قصاد إبليس. كان شكلك حلو حلاوة وانت يا شعبي ساير، أيام ثورة يناير فاكر أيام زمان، وصوتك في الميدان كان صوتك عالي جدا أعلى من التهديد. فاكر يا شعب في أول يوم نزول طلبت إيه؟ كان ليك كلام في هتاف كده ومتفق عليه: عيش، حرية، كرامة إنسانية. وبعد ما جبت النصر يا شعبي دمعت الفرحة عينيا، ودموعي بعد الصبر فضلت مستنية، مين البطل اللي هينزل من السما وهيطبطب عليا؟ ما أنا أصلي بقالي كام سنة ما شفت يوم حنية، في اللي سرقني واتغنى واللي ضحك عليا، وفضلت مستنية وتقدموا العرسان، وشرطت عليك يكون فارس من الفرسان. مش هقبل أي راجل، ما أنا بنت أصول كمان. وجيت لي في النهاية وفي إيدك العريس، من بره شكله طيب ودقنه والزبيبة بيقولوا إنه تقي، أتاريه ده كان إبليس ضحك عليا في أول يوم وقال لي شهر العسل بيقولوا 30 يوم. أنا شهر عسلي يا حبيبتي هيبقى ليكي هدية، مش هكتفي ب30 يوم، خليهم يبقوا 100، هريحك وهدلعك وهتبقي 100 100. عدى بدال الشهر 65 يوم، دول فوق 300، ما شفت فيهم يوم دلع ولا كلمة حلوة ليا. ويخرج كل ليلة ويطفي النور عليا، ويسيبني في بيتي قاعدة من غير لزاد ولا مية، ولأنه خد فلوسي عايز يتحكم فيا. سألته عن قرشين أصرف بيهم على البيت، رد عليا ببرود وقال لي منين يا حلو، ما خلاص بقينا كحيت، لكن مدام طلبتي أجيبلك من عينيا. ودار لي في البلاد وقعد يشحت عليا، دي آخرة المتمة بيضحكهم عليا، وما اسأله ايه غيرك ما يردش علي، حسيت منه الخيانة. فخرجت في يوم وراه لقيته في المقطم وجمعته واقفة معاه، طلع بيحب غيري وولاءه كله ليها، عمال ياخد في خيري ويوزعه عليها. ولانك يا شعبي في العقد كنت وكيلي، صرخت بعلو صوتي وناديت عليك تجيلي، ناديت عليك يا شعبي وحكيت لك الحكاية، ولان راحتك هي راحتي قلتلي كفاية، ورحتله وقلتله ما شوفش وشك تاني، ضحك وقال بصوت خبيث: ده امر ولا اماني؟ سكت ومن عينيك في ثانية الرد بان، وقال له صوت سكوتك الرد في الميدان: فاكرني واحدة من غير أهل مكسورة الجناح، أهلي يا شاطر من زمان يتوصفوا بالكفاح، انزل يا شعبي في كل مكان وعلي صوتك في الميدان، وحشني شكلك من زمان وانت يا شعبي ساير، رجع بعلمك الأيام كمل مشوار يناير. شكراً.